السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل من قناة كابس كاد. في فيديو راح نشوف حل هي المشكلة، إنه الـ USB أو الفلاشة لما تصل الكمبيوتر بيظهر قرصين لجهاز الكمبيوتر. بسمت الخطوات اللي بالفيديو إن شاء الله راح نحل المشكلة، بس تحسين رغم إنه هاي الخطوات راح نعملها راح تنسف كل المعلومات اللي عن الفلاشة، لكن الأفضل تنسخ معلوماتك لمكان ثاني قبل ما تعملهم. وهلا يلا نبتدي. بعد ما توصل الفلاشة راح تقام تبدأ وتكتب CMD وتختار تشغيل كمسؤول أو Run as Administrator، وبس فتح الكوماند برومت راح نكتب هالأوامر اللي راح تلاقيهم بوصف الفيديو. نكتب Disk Part ونضغط Enter وبعدين List Disk، وهون راح تظهر الأقراص الموجودة عندك بالجهاز، وهون راح تشوف الفلاشة عندك على أي رقم وبتعرفها عن طريق حجمها. وبعدين راح تكتب Select Disk ورقم الفلاشة وراح تضغط Enter، وبعدين راح تكتب كلين وتضغط انتر، وهي الخطوة راح تعزف كل المعلومة. بعدين راح نكتب كرييت بارتيشن برايمري وتضغط انتر، وبعدها راح نكتب فورمات اف اس بيساوي ان تي اف اس كويك وراح نضغط انتر، وهون راح تلاقي انه الفلاشة صارت قرص واحد. بعدين تكتب اكزايت لتطلع من الديسك بارت، وبتقدر تسكر الكوماند بروم، وهيك بكون حلت المشكلة. وبتقدر تتأكد لما تروح على جهاز الكمبيوتر وتشوف انه الفلاش صار قرص واحد. بنشوفكم بفيديو جديد. سلام.